نور النبوي مغروي، شاب مغروي من صحابي يعني. لا بالعكس، مش عايش عيشته اصلا. باي باي محاميحو، باي باي جوسبس، عشنا في الشارع بننط من السور. ما بحبش الحاجات دي تماما. ويبقى اسال عني لو هتقولي عليا اني بعمل حاجه بحرفنه. حرب المونولوج عامه بعمله بحرفنه جامد. ممكن اعمل مونولوج عن الناس اللي هي بتكذب، اللي هي الشباب اللي هي ليها اخصام والكلام ده، فاهم؟ وهم اصلا مواليد الاندومي. بعمل بيت حلو قوي يعني. حريف ان انا كويس مع اهلي. الستاند اب كوميدي مثلا. عشنا في الشارع بننط من السور، يا زميلي تعوجها نديكوا بالكوع، كنا من الارض بس عايشين اسود، قالت يا زميلي هنشوف القصور، لا مفيش بعدينا. فطار لذيذ كده عشان اليوم يبدا كده بحلاوه. قدرت جدا ان هم اللي عملوه معايا، دلوقتي انا بحاول ان انا بقى ارد لهم كل اللي عملوه معايا وانا صغير. كلها بقى ليها اخصام، كلها بقى ليها اعداء، كلها مافيا وعصابات، كلها كاليتيه الاجواء. لو هرتب ما بين شاطر خبره وحريف، الخبره الحريف الشاطر. عشان انك تبقى شاطر هتحط مجهود غير اي حد تاني هيحط. ممكن يبقى اي حد شاطر، بلس انك انت لما بتبقى عندك خبره في الحاجه اللي انت شاطر فيها تبقى حريف. عشان الخبره عامه بتنفع في حاجات كتير. ممكن اجرب حاجه جديده فاكتسب فيها خبره. والحريف خلاص وصل مرحله الحريف، هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه فين وازاي وليه، يعني هو فاهم كل حاجه. بيدافع عشاني اهلي طبعا كده كده واصحابي. انا من منطقه شعبيه طالع قدامهم بقى ومتربي، فهم عارفين ان انا تعبت. امي طبعا وعيلتي مرتبط جدا باهلي. هم الاهل هم الظهر في كل حاجه عامه، سواء كان هجوم او سواء كان مسانده او سواء كان اي حاجه. هجوم عليا الحمد لله ما عنديش اخصام يعني. الناس اللي مش بتحبي لي الخير يعني، على قد الانذار يعني والتحذير الشفهي وبتاع. لو حد مش هيساعدني ان انا افضل مركز في شغلي، مركز في حياتي، مش بيقدر مثلا. في ناس كلمه شكرا دي ما يعرفوهاش مثلا. الشخص انا عارف ان هو ممكن يكون بيحبني بس عامل حاجه تاذيني، فهدي له انذار مره وتاني مره هيبقى كارت احمر. اللي هيخون انذار مرة واللي هيخون تاني طرد. مغروي، شاب مغروي من صحابي يعني، اللي بيكذب على نفسه، اللي هو مش عايش عيشته اصلا، ده هديله كارت انذار. لهاني اكتر من كده الاحمر هيطلع وراه على طول. جول حققته هو ان انا امثل، وان انا دي حاجة كان نفسي فيها من وانا صغير جدا، ان انا عملت فيلم الحقيقي. لسه في بدايته يعني، بس التمثيل خدت بريك فترة، لما رجعت ولقيت ان انا بدأت اسند نفسي تاني، فده جول بالنسبة لي كبير جدا. ونفسي احققه بقى هو بقى ان انا افضل محافظ على خطواتي كده بثبات، ابقى بجد مركز انا بعمل ايه. نفسي اعمل الكوميدي سبيشال، السبيشال زي بتاعه الستاند اب كوميديانز المحترفين، ان انا اكمل بقى وانجح اكتر. شايف نفسي في الحته دي اصلا، مش لاقي نفسي غايب فيها بصراحه. اعتقد التخطيط كده كده جزء مهم، تكتيك كده معين همشي عليها، ما بقتش اعمل اي حاجه وخلاص يعني. في مواقف معينه لازم اخطط لها يعني، في حاجات بتحصل لي لازم ابقى عارف ان انا ده هعمل كذا. بكره اي حاجه فيها فوركاست، ان شاء الله بعد قد ايه هيحصل ايه، وان شاء الله. ما بحبش الحاجات دي تماما يعني. بعد ما اخطط هسيب بقى ربنا بقى يمشي الامور. بخطط لما باخد خطوه بحاول ان انا احافظ عليها جدا. لو انا ما خططتش يبقى انا مش واضح اصلا مع نفسي، فانا عايز ايه؟ اصاحب حد يبقوا اصحاب غير ثقافتي وتربيتي. اكيد مش هفضل اكاره وجودهم، بس بقى في قصه دايرتي انا او الناس اللي اصحاب انا، لا ليها حسبه مختلفه يعني. انا كنت كده زمان، انا كنت بصاحب اي حد، عامل زي الكاميليون كده شويه، انا في اي حته هتحطني هبلندن. فانا لا بالعكس. بس اللي اكتشفته بعدين اللي غير تربيتك ومش شبهك هيأثر عليك اذا كان حلو او وحش. ده حصل في حياتي كتير وبجد اتعلمت حاجات كتير جدا يعني. لا انا صاحب اي حد بس ما اتغيرش، ابقى زي ما انا. تيم ورك كله مش نفس التفكير ممكن ينجح الشغل او يفشله. اعتقد ان برضو الاختلاف ده مطلوب، ده شغل ولازم نطلع الحاجه حلوه. ممكن يبقى في حد فاهم اكتر منك في الحته دي، هو مختلف عن الباك جراوند بتاعتك، فما ينفعش تقفل على نفسك وتقول لا هو ده بس، هو ده الطريقه الوحيده المثلى للوصول لكذا. ريسك. لو حتى اللي قدامي ده ما بحبوش مثلا في حاجه ما بيننا، بحاول ان انا على قد ما اقدر بنسى كل حاجه قدام الكاميرا
علشان اعمل حاجه كويسه. يا هيطير الشغل والكيمستري هتركب، يا ممكن تخيش منه، بس الهدف بتاعنا واحد. الحريف لو مش شايف نفسه حريف ممكن يفشل. اما انت اصلا اوريدي حريف وحاسس انك مش حريف، لا دي حاجه وحشه جدا. انك تامن انك الحاجه دي حتى لو انت مش الحاجه دي هتفضل تكذب على نفسك لحد ما تصدقها والناس حواليك تصدقها. الشخص يبقى واثق من قدراته وعارف قدراته ايه اصلا عشان يعرف يوظفها صح. عارف اللي انت عندك حاجه حلوه وهتقدمها، يعني انت حاسس ان انت لعيب وفي نفس الوقت ما تقفوش، لان اللحظه اللي هيسيطر عليه فيها ان انا خلاص جامد هي دي بدايه السقوط في كل شيء، لان انت ما اديتش نفسك حاجه. لو انا هعمل فريق مين فيهم هيبقى انهي بوزيشن؟ الكابتن ممكن. غزي عندك؟ غزي هيبقى الكابتن. انا هتولى القياده بصراحه. صارم وفي نفس الوقت الناس كلها بتحبه. نور النبوي هو الكابتن، انا حاسه ان هو كابتن. المدافع نور النبوي كده برضه. مدافع هيبقى كزبره، ده 100% بلا شك. لو شاف ان في حاجه لازم تتظبط يا جماعه هنا لازم، ده بيقول برضه كزبره. ده خط دفاع، بص ده خط مش هتعرف تعديه. المدافع هيكون كزبره عشان خطأ، هيدافع عننا للموت. قد واحد بالنص عادي يعني. الهداف ممكن احمد حسام ميدو. غز ممكن برضو يكون احمد غز. سليم الترك. كابتن سولي. الهداف نور. سليم الترك الشاب الجميل ده. المهاجم سليم سولي. كابتن عبد الله احمد. والمهاجم اللي بيهاجم نور النبوي. الاسيست خالد الذهبي. بوظت الفريق. الاسيست هيبقى انا بقى من الجوكر. ثلاث مواقف هقول فيهم بسأل عني. لو حد ما بيسألش او حاجه ده العادي بتاع الناس، اه اللي هو بسأل عنه. وانت حد عايزه يبقى جنبك يعني. والله كنت راكب تاكسي من كام يوم، الراجل كان مشغل كزبره فبسطت، فبقول له انت عارف ان كزبره عامل فيلم صح؟ فقال لي اه عارف انه عامل فيلم. قلت له طب ما سالتش عني؟ لاجله مثلا وقفت، فيقول لي هات رخصتك. اقول له اسال عني. جو زي اللي بيقف في اللجنه ده يقول له انت مش عارف انا مين؟ ماليش في الكلام ده خالص. لو حد جه قال لي انت اسمك ايه؟ اقول له بسال عني. انا بقول له استاذ طارق الجنايني بسال عني عشان انا بحبه والله بجد. في يوم من الايام هتفتكر ان مش عارف ايه، فاهم؟ انا جاي في كتير. استاذ كزبره غنى من كلمات استاذ كزبره برده. خش حته قفلها صعبه في ايده سهله، وانت لسه جاي بالبله. قلت انا جايب ايه اخرها؟ ماشي الدنيا بدماغي، انا ماشي الدنيا بمزاجي، مزاجي اول دايما مش تاني. رقم واحد في مجالي. اسال عني. ابقى اسال عني عني. ابقى اسال عني عني. الباشا معدي فالكل يدي، قدي تهدي ما عليك ادي، تيجي في عمل على طول انا بودي، تيجي معايا تخسر التحدي. لو مش مصدق اسال اللي قبلك، عايز تشوفني انسان قبلك، بالنسبه لي انت شخص قبلك. يا وابقى اسال عني عني، وابقى اسال عني عني. هو انا ممكن انزل اجلي؟ انا حاسس ان انا شنق ماشي. عايز حاجة؟ يلا باي باي. باي باي محاميحو. باي باي جوسيبس. شكرا. وانا ماشي بقى دلوقتي هقفل النور. عايز حاجة؟ باي باي. بس ألف سلامة.